أحمد، برنامجك يسبق برنامج في محطة أمريكية بارزة، محطة فوكس نيوز، طبعا هي مقربة من الجمهورية والمحافظين، ولكن هذا البرنامج معني برصد ماذا يقوم الإعلام الأمريكي بكافة قنواته بكافة اتجاهاته نعم بالتعامل مع المسائل ذات الأولوية بالاهتمام بالنسبة للمواطن الأمريكي. وأنت تسألني هذا السؤال تذكرت ذلك، فاستعرضوا في هذا البرنامج وبرامج مماثلة في محطات في اليسار كما CNN MSNBC، وجمعهم قالوا أن يبدو هناك مشكلة لدى إدارة بايدن بأنها تلوم الآخر، بليم جيم، يشير بإصبعه باتهام الآخر لا ينظر لنفسه، العيب فيك وليس في الآخر. لأن يا عزيزي، لماذا مثلا هو كان ضد بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وقد خالف علانية قرار ترامب وأوقف بناء الجدار، لماذا إذن لم يخالف الاتفاق فيما يتعلق في أفغانستان؟ ما جرى تسليم وليس انسحاب كارثي مرتبك، تسليم أفغانستان لحركة طالبان الإرهابية على أمل بأنه يتم احتوائها وتصبح ساحة لاستقطاب وجذب، إما لسحق الإرهابيين، قوات الإرهابية التي موجودة الآن بالشرق الأوسط، أو إعادة توظيفها لأسباب أخرى ولغايات ومآرب أخرى. في المقابل يا عزيزي، عندما يلوم ترامب بأنه انسحب، لديك نسخة الاتفاق القديم، وقد أظهرت سلوكيات إيران بأنها إدارة ترامب كانت محقة بالانسحاب من هذا الاتفاق الكارثي. لأنها يا عزيزي، وهنا يعني شارون بليت ما يضحك عندما تقول أنها ليست لديها أي نوايا للتوسع ولا تهدد الجوار في الصواريخ البالستية، لاحظ ماذا يجري. الأحداث تكشف أنها تمتلك هذه الترسانة وتسعى إلى تطويرها وتزود وكلاءها في المنطقة، مثل الحوثيين الذين رفعوا عن لائحة الإرهاب في عهد بايدن، يهددون السعودية ويضربون في الصميم مراكز تتعلق حتى في الأمم المتحدة، يعني ضربوا ميناء المسؤول عن المساعدات الإنسانية لليمن، ميناء ميخا. هذه كلها أدلة تظهر أن العيب في إدارة أوباما الثالثة، لأنها تريد الاستمرار بهذه الإدارة وليس بناء إدارة مستقلة لها. لهذا تجد جميع المشاكل التي تلوم بها أوباما ترامب هي من الأجل لها أن تلوم بها أوباما، يلوم بها بايدن نفسه، بايدن الذي كان مثلا ضد تصفية بن لادن، بايدن الذي بكى وتكباكى على ضرب سليماني وأهداف إيرانية في إيران وخارج إيران.